ما زال يتهم الطرف الثالث في كل الاعتصامات التي تبدأ وتنتهي بالاشتباكات والقتلى. حتى الآن لم يقبض على أي عنصر من عناصر الشغب، ولكن تم اعتقال العديد من الصحفيين والمراسلين كمحاولة للتعتيم الإعلامي على هذه الدماء التي سالت. حالة من الانقسام الحاد يشهدها بين مؤيد للاعتصام ومعارض لها. احنا ضد الفوضى، ضد التجمهر، ضد الاعتصام. ولو كان الاعتصام بيكفل القانون فأنا معاه في وقت معلوم في مكان معلوم لمدة محددة. لكن النهاردة في ناس بتخدم على حسن مبارك موجودة، احنا صلحاء موجودة في الجيش في الشرطة في كل مكان بيخططوا عشان يجهضوا الثورة ويعيدوا تشكيل نظام حسن مبارك. فاللي بيحصل ده عشان الانتخابات تتلغي ممنهج. تأتي هذه الفوضى ومصر على مشارف الديمقراطية واختيار الرئيس المنتخب. أيام معدودة ويفتح باب الاقتراع لعله يكون فتحا مبينا لتخطو مصر من هذه المرحلة المزرية. هدوء حذر يعم ميدان العباسية بعد فض الاعتصام وفرض حظر التجوال على كل الشوارع المؤدية للعباسية، تحسبا لتسلل عناصر البلطجة والمسببة للشغب وعودة الهدوء الآمن لكل شوارع القاهرة. من ميدان العباسية بالقاهرة، سهر عافية. ماذا لو في خناقه ساكتين هنا بنعبر عن ضمير الامه وننقل له نبض الراي العام وباخلاص وموضوعيه. واعتقد ان ساده الكهرباء زايده او الاحتقان مالوش لازمه. انا بسال سؤال شكل الاول ده النقطه الاخيره عايز برضه الرئيس يفكرني بحاجه، ان احنا قرارات الاستبعاد بالكامل خدناها بالاجماع. والعوده؟ نعم. والعوده قرار اللجنه كان اكرم مما يطلبه شفيق ومحاميه الذي اعلن امس في الاهرام انه هيدفع وقد تؤدي الانتخابات، ولكن لا يدرك على اللجنه. فوجئنا أنا لن أعلق على هذا المشهد الأخير، وسأكتفي بأن يستنتج المشاهدون أجواء اللقاء من الانطباعات التي كانت على وجه المستشار بجات وهو ينظر إلى ثروة شلبي ويتحدث. نحن نعتقد أن هذه ربما تكون شهادة لهذا البرنامج ولسقف الحرية الذي يتمتع به في تعامله مع القضايا المثارة على الساحة المصرية اليوم. ونعتذر لأننا تأخرنا قليلا في بدء هذا اللقاء، معنا ضيفان عزيزان وقضية شديدة الأهمية. نحن جميعا نعرف أن الخطاب التحليلي والسياسي يكاد يجمع على أن الربيع العربي قد ذهبت ثماره الأكبر إلى التيارات الإسلامية، وأن ما ظهر على ساحة السياسة من تركيبات جديدة بعد زوال عدة أنظمة مستبدة في العالم العربي هو أن الحركة الإسلامية أصبحت الفصيل الأكبر إما في البرلمانات أو في تشكيل الحكومات، أو ربما يكون رموزها الأرجح أن يكونوا مرشحين لمناصب سيادية كرئيس الجمهورية كما هو الحال في السباق الرئاسي في مصر. لكن نشوة النصر ينبغي ألا تبعد نظرنا عن حقيقة أن أداء الحركات الإسلامية شابته أوجه قصور ربما تكون لها آثار سلبية على المدى البعيد على صورة الحركة الإسلامية ومستقبل تصدرها للمشهد السياسي في دول الربيع العربي. نحن سنحاول في هذه الحلقة أن نركز النظر على الوجه الآخر من الصورة، لا أن ننظر إلى الانتصارات وإلى الأرقام الكبيرة من مقاعد البرلمان أو النسب التي يحصل عليها مرشح التيار الإسلامي في استطلاعات الرأي حول الرئاسة أو غيرها، بل سنحاول أن نستكشف معا ما يمكن أن ينطوي عليه مستقبل الحركة الإسلامية من مخاطر دافعها الرئيس ومصدرها الرئيس أوجه القصور في أداء هذه الحركات في الشهور القليلة التي أعقبت الربيع العربي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة هو القيادي الإخواني المستقيل الدكتور كمال الهلباوي، وأرجو أن يكون هذا الوصف مناسبا لاستخدامه في الإشارة للدكتور كمال الهلباوي على عظمة ما قدم من عطاء الحركة الإسلامية كلها، والمتخصص في الاجتماع السياسي والكاتب المعروف الدكتور عمار علي حسن. ولي في البداية أن أسجل الشكر للضيفين العزيزين لأن كل منهما أصر على أن يكون معنا في هذه الحلقة رغم معاناتهما من حالة من حالات احتقان الزور الملحوظة، ونتمنى ألا يكون هذا مؤثرا على أدائهما في هذه الحلقة ونكرر الشكر لهما. دكتور كمال، بعد الشكر الجزيل اسمح لي أن أسألك، بعد هذا العمر في العمل تحت الراية الإسلامية، ما أهم المخاطر التي تعتقد أنها
يمكن أن تتحقق من سلبيات أداء الحركة الإسلامية في الأشهر القليلة الماضية. اللي هو الفارق بين الغايات والأهداف والمنهج وبين السلوك، هذا أخطر شيء، إن في مفارقة بتتسع أحيانا وقد تضيق أحيانا أخرى بين الغايات والتربية والأهداف المعلنة. خذ مثلا مثالا سريعا لهذا، احنا عندنا في خصائص الدعوة، شيء من خصائص الدعوة عدم تجريح الأفراد والهيئات، عدم تجريح. ما يصحش أبدا ان واحد يجرح انسان، ممكن تنتقده، تنتقد أداؤه، تكون منصف، تقول اللي فيه. فإذا مثلا اليوم منشور في الصحف وبيتناقل فيديو على المواقع الاتصال الاجتماعي، واحد قيادي من الإخوان في البحيرة اسمه مجدي كذا بيتكلم عن عبد المنعم أبو الفتوح، زميله بل يمكن أستاذه في الحركة، كلام غريب جدا، وبيقول للناس كلام لا يقبله عقل ولا منطق ولا خلق ولا سلوك. بيقول للناس عبد المنعم أبو الفتوح إذا جه للرئاسة مش هيخليكم، بقى بيكلم النسوان، مش هيخليكم تلبسوا طرح، مش هيخليكم تصلوا في المساجد، مش هيخليكم تقروا القرآن، وهيحطكم في السجون إذا صليتوا في المساجد. وقال إن ده أسوأ من عبد الناصر.